تعلمين جيدا أن البعثة الأممية هي من اختارت 75 شخصية. هذه ال 75 شخصية لا تمثل السيادة الليبية ولا تمثل الشعب الليبي تمثيلا حقيقيا، لأن أغلب من تم اختيارهم هم يحملون جنسيات أخرى، يعني منهم من يحمل الجنسية الأمريكية ومنهم من يحمل جنسيات أوروبية مختلفة. لذلك ستيفاني ويليامز الآن هي تريد فرض حكومة وفرض مجلس رئاسي لحلحلة الانقسام السياسي في ليبيا، وكل الليبيون الآن يرحبون بأي مخرج أو أي منتج جديد حتى وإن كان أعرجا، لكي يوحد مؤسسات الدولة الليبية. ومن ثم الليبيون أصحاب السيادة ينتظرون بفارغ الصبر 24 ديسمبر 2021 من أجل الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة. ولكن هناك مجموعة تريد فرض أشخاص بعينهم، مثل من لقيت بهم 25 شخصية. هؤلاء هم داعمون لعقيلة صالح، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب هو قام بالترشيح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي، وأصبح عقيلة صالح جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل في ليبيا. عقيلة صالح هو من جعل البرلمان ينقسم على نفسه. عقيلة صالح لم يعقد جلسة برلمانية منذ 7 أشهر. في إطار ما تتحدث عنه الأعضاء الذين لوحوا بالانسحاب كما تفضلت يقولون بأن المقترح مفصل على أشخاص بعينهم دون تحديد الهوية، وفي الوقت ذاته الليبيون لا يلتفتون إلى بعضهم البعض، وهذا ما يدعونا إلى التساؤل: متى سيجتمع الليبيون لحلحلة هذه الأزمة المتفاقمة؟ الليبيون هم خارج الدائرة السياسية وخارج المعادلة السياسية، لأن الملف الليبي الآن تديره الأمم المتحدة، والأمم المتحدة نعرف جيدا منذ 2011 إلى يومنا هذا لا تريد حلا جذريا للأزمة في ليبيا، بل تمضيطها من أجل إدارة الفوضى في ليبيا. يعني الموجودين في تونس الآن لا يمثلون الشعب الليبي حقيقة، لأن الشعب الليبي لا يعلم ماذا يدار في الخفاء وفي الخارج. ولكن الليبيون الآن صبروا طيلة 10 سنوات، والآن ينتظرون مخرجات هذا 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 الملتقى الذي حدد بمدة معينة هي 12 شهرا، من أجل أن يذهب الليبيون أصحاب السيادة إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. أما من هم موجودون في تونس، هؤلاء يعني يتجولون بين العواصم الأوروبية والمختلفة، وكذلك بين العواصم الأمريكية، وكلهم عملاء مخابرات لدولهم لأنهم يحملون جنسياتهم. الليبيون الحقيقيون الممثلون في هذا الملتقى لا يتجاوزوا 5%. طيب أما من سيعرقل هذا الحوار، في اعتقادي أن ستيفاني ويليامز هي من فرضت عقوبات على المعرقلين، وسيتم طردهم من هذا الحوار، لأن البعثة الأممية لديها جدول زمني محدد ومعلوم من أجل الخروج قبل 19 ديسمبر بحكومة وبمجلس رئاسي قادم. أعذرني على المقاطعة، لكن كسبا للوقت، أيضا بعيدا عن البعثة الأممية، هناك اجتماع دعا إليه عقيلة صالح اليوم وغدا من أجل الحوار حول ما سيحدث فيما يخص مجلس النواب. هل هذا يعني أننا عدنا إلى نقطة الصفر فيما يخص بناء الثقة بين الجانبين أو بين الفرقاء الليبيين؟ سيدتي، أنا في معرض حديثي قلت لك عقيلة صالح هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. عقيلة صالح هو من كان سبب في الانقسام. أنا تحدث معك من مدينة بنغازي، ومدينة بنغازي هي المقر الرئيسي لمجلس النواب. نحن الليبيون لم يعد لدينا ثقة في أي سياسي موجود الآن على 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 كرسي السلطة، لكن لا يمكن أن تعتبر محاولة للحفاظ على ما تبقى من البرلمان. هو مجلس النواب عندما ذهب إلى طنجة، وهذا من المعيب جدا أن برلمان دولة يترك المدن الآمنة في بلده ويذهب وينعقد في دولة أخرى. في طنجة اتفق النواب بكامل نصابهم على أن يعقدوا جلسة في مدينة قدامس كمدينة محايدة من أجل عقد جلسة رسمية. تفطن عقيلة صالح لهذه الجلسة لأنه يعرف جيدا أنه هو الحلقة الأضعف، وأن كل النواب المجتمعون يريدون تغيير هذه الرئاسة البائسة التي أحدثت الانقسام. رفض عقيلة صالح لأن يذهب إلى مدينة قدامس وعقد جلسة في مدينة بنغازي. عقيلة صالح الآن يعي جيدا في حال وجود النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب وأنه التأم، سيكون هو الحلقة الأضعف وسيتم تغييره. لذلك عقيلة صالح لا يريد الوئام لمجلس النواب، ولا يريد لمجلس النواب أن يلتأم، لأنه يعرف في حالة التئام مجلس النواب المستهدف الرئيس في هذا المجلس هو تغيير رئاسة مجلس النواب. لذلك الفشل
الذريع الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2011 وكذلك آخر شرعية منتخبة على أوامر جنوب نواب. نحن الليبيين نعكز على هذا المجلس لأنه آخر سلطة تشريعية منتخبة من الشعب الليبي. نتمنى أن يكون في المشهد السياسي إلى حين تسليم السلطة إلى المنتخبون في 24 ديسمبر 2021. ولكن ستيفاني ويليامز هددت صراحة في حال عرقل مجلس النواب اتفاق ما سينتج عن تونس سيحل مكان مجلس النواب هم 75 المجتمعون في مدينة تونس يديرون شؤون البلاد لمدة عام كامل. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسين الشارف الأكاديمي والباحث السياسي، حدثنا من بنغازي.